تمام. يبقى أنا لو عملت سكوير والكيوب كل واحد كلاس لوحده، في أنا عندي جزئية مكررة، وهذا بيدخلني لمدخل الانهيرتنس. الانهيرتنس احنا اتفقنا انه الادفانتج تبعته انه انت تعمل ريوز للكود بدل ما انت تعمله ري رايت. كود كتبته مرة واحدة عيد استخدامه بدل ما تعيد كتابته. تخيل انه الكود هذا انت عندك كود ونفس الكود بس كاتبه في اكتر من مكان، لو اضطريت انه انت تعمل تعديل ايش بدك تسوي؟ بدك تغير في الاماكن هاي كلها. بينما لو كان الكود في مكان واحد وبتستدعيه او بتستخدمه في اكثر من مكان بتعدل على الاصل وبينعكس هذا التعديل في اي مكان. بالضبط. فبالتالي انت بدك تتعلم في البرمجيات انه انت بدك تركب اكواد على بعض، تمام؟ زي المكعبات بالضبط، تمام؟ بدك تعدل على شغله معينه بتعدل على الجزئيه هاي بس. بدل ما انت السياره تصنعها كلها دفعه واحده يعني بدون اجزاء، انه انت بتطلع لك السياره كلها قالب واحد زي هيك، تمام؟ بصير صعب انه انت تعدل عليها. بينما لو كانت السياره عباره عن اجزاء، عندك المحرك لوحده، عندك الهيكل لوحده، عندك العجلات لوحدها، لو انت بدك تعدل على نظام المكابح خلاص المحرك ملوش دعوة، تعدل عليه وبتركبهم على بعض بيشتغلوا يفترض، تمام؟ فبالتالي هنا أنا عندي ثلاثة كلاسز، كلاس A كلاس B كلاس C. طبعا النوتيشن هذه بدك تكون انت متعود عليها. طبعا هنا بدي يكون في عندي خط هنا فوق، تمام، بيحدد لك اسم الكلاس، هذا الكلاس A، تمام، وهذا الكلاس B بيعمل انهيرتنس من الكلاس A، وممكن يكون في عندك برضه مستوى ثالث انه الكلاس C بيعمل انهيرتنس من الكلاس B. فبالتالي تخيل معايا انه هذا ايش في عنده X، وهذا عنده واي، بس برضو عنده اكس. من وين اخذها؟ ورثها من الاي. وسي ايش في عنده؟ زد. زد بالضبط. فبصير عنده اكس وواي وزد. فبالتالي انت عندك تو اتريبيوتس ورثهم من البيرنتس. بالضبط. فبالتالي هذا احنا بنسميه بيرنت كلاس او سوبر كلاس، وهذا عبارة عن child class أو sub class. فبالتالي هنا المفاهيم عندي حاجة اسمها super class أو parent class، الكلاس السوبر أو الكلاس الأب، وفي عندك sub class اللي هو الكلاس الفرعي أو الكلاس الابن. في الانهيرتنس إيش بيصير؟ إنه sub class بياخد الخصائص تبعت السوبر class. كمان مرة في الانهيرتنس، انه السوبر كلاس السب كلاس عفوا او التشايلد كلاس بياخد كل الخصائص تبعت البيرنت، تمام؟ وايش الفكرة في الموضوع؟ ايش الفائدة؟ انه زي ما ذكرنا انه بدك تعيد تستخدم كود بدل ما تعمل ري رايت، تمام؟ طيب حقيت هذا الكلام كيف انا بدي انفذه؟ بنفذه بالكيفيه هذه، بعمل كلاس A، انا عشاني مستعجل بحط الكلاس البادي تبعه فاضي باس. هذه عباره عن empty statement. في البايثون هو بيقبلش منك انه انت تعرف كلاس وما تعرفش تكتبش فيه كود، بس انا مستعجل يعني عمالي بفكر ايش الكلاسز اللي لازماني. انا قلت انه كلاس A، تمام، بديش اكتبه الان، بعمل باس. نفس الفكره بالنسبه للداله، لو انت بدك تعرف داله F1
تمام؟ وانت مستعجل، مجرد انه انت بدك تكتب دوال، ايش الدوال اللي لازمك، بدكش تكتبها الان، بيقبلش البايثون منك بهذا الشكل. فبطلب منك implementation، انا مش فاضي الان، مستعجل، بعمل باس. بدك دالة تانية، لازمني كمان اف 2. بعدين بعد ما تخلص وتحدد انت ايش اللي بدك اياه، تبدا تغير بالضبط، تكتب الكود اللي بدك اياه. تمام؟ فالان انا عندي الكلاس A فاضي، والكلاس B حسب الشكل هذا انه في علاقة وراثة مع الكلاس، من الكلاس B، من الكلاس A. يبقى B هو عبارة عن الشايلد و A هو عبارة عن البيرنت. يبقى هنا الB والA البيرنت او السوبر كلاس. تمام؟ وهنا حسب الرسمة انه C بياخذ من البي اللي هي اصلا بتاخذ من الA، فبالتالي انت بتعمل C وتفتح قوسين B. يبقى هنا C هي تمام؟ وبي في نفس الوقت هي بيرنت للسي، ولكن تشايلد بالنسبة للاي. تمام؟ وزي ما حكينا انه مفهوم الوراثة، لو كان انا عندي اكس بتساوي 10، في عندك اتريبيوت اكس للكلاس اي، وهنا اجيت عرفت، او خليني اعمل لك اياها هنا باس، بدي اخذ هذا الكلام هنا x بتساوي 10، وهنا بدنا نحط انه y بتساوي 20. هنا في حد في هذه الحاله انه الكلاس b ايش في عنده اتريبيوتس؟ x و y بالضبط. وهنا لو حطينا الz بتساوي 30، فبتصير انه x و y و z. وهذا الكلام نفس الاشي بينطبق على الدوال. كيف؟ ايه، ما عندوش غير الاكس. تمام؟ بالنسبة للدوال، لو كانت انا عندي عند الاي في عندي اف 1، وعند البي عرفت اف 2، هو فعليا عنده اف 1 و2. اف 1 من وين اجته؟ نزلت من الاي، ورثها من الاي. وفي سي لو انا عرفت اف 3، ايش بيكون عنده فعليا؟ كم دالة؟ ثلاث دوال، اف 1 واف 2 واف 3. تمام؟ طيب نرجع هنا نرجع للكيوب. هذا التكرار احنا ما بدنا شيء. فايش بدنا نسوي؟ بدنا نعيد الامبلمنتيشن تبع هايو في كيوب 2. اول حاجه بايش بدنا نسوي؟ بدنا نستورد الكلاس، بدنا نستورد الكلاس سكوير. كيف نستورده؟ فروم اسم الدايركتوري. ايش اسم الدايركتوري؟ شابتر 14 OOP دوت اسم البايثون فايل او البي واي فايل، هيو اسمه سكوير دوت بي واي، هيو مؤشر عليه بس بدون بي واي. امبورت لاسم الكلاس، لو انت فتحت هنا جوا هاي اسم الكلاس. تمام؟ يبقى هنا اول جزئيه هي كاتب لك اياها كملاحظه هنا. From directory name.find name بدون بي واي import class name. تمام؟ انا عندي هنا self، احنا مرت علينا سابقا واحنا عارفين انه هي عبارة عن مؤشر لنفس الكلاس. تمام؟ في عندي مؤشر جديد ايش اسمه؟ سوبر. بس خلي بالك هنا سوبر قوسين، هذا عبارة عن مؤشر للبيرنت كلاس او للسوبر كلاس. هنا لازم يكون في عندك مؤشرات، انا عندي مؤشر
للكلاس الحالي اللي هو السيلف. وفي عندي لازم يكون في عندي مؤشر للبيرنت، لانه بدي اصل لحاجات موجوده في البيرنت لازم يكون عندي مؤشر بيلت ان بقدر من خلاله اصل للاشياء الموجوده في البيرنت كلاس اسمه سوبر. هنا في هذه الحاله كيف بدنا نعرف كلاس كيوب بين قوسين سكوير، معنى ذلك انه الكيوب هو عباره عن تشايلد والسكوير هو عباره عن البيرنت. تمام. دالة الانت هاي والاس تي ار هل في داعي ان انا اعيدها؟ لا، نفس الشيء وهي اصلا نزلت عندي ورثهم، فبالتالي هنا في كيوب 2 لا بلزمني لا كونستراكتور ولا اس تي ار لانه نفس الاتريبيوتس. تمام، مش حتى استدعاهم، نزلت عندك انت مش شايفهم لكن اوريدي موجوده انت عندك في الكلاس كيو. وين اجوا له؟ من السكوير. نعم، ايش اللي اختلف؟ انا عندي هاي زي ما كنا هنا نطلع انه الاريا، وفي انا عندي الفوليوم، عندي داله جديده اللي هي الفوليوم. طيب حكيت الاريا، انا عندي ايش مساحه المربع المكعب عفوا؟ هو عبارة عن مساحة وجه ضرب عدد الأوجه. مساحة الوجه ضرب عدد الأوجه 6. تمام؟ فبالتالي مساحة الوجه من وين بتقدر تجيبها؟ من الأريا اللي موجودة في السوبر. فبالتالي هنا استخدمنا السوبر عشان نصل لميثود موجودة في السوبر كلاس اللي هي الأريا. لاحظ إنه هاي الشغلة إنه إحنا بنعمل فيها أوفررايد. ايش يعني اوفررايد؟ انه الميثود هاي موجوده في السكوير ولكن الامبلمنتيشن تبعها بيختلف. هنا بس الطول في العرض لكن هنا مختلف، عشان هيك حط لي الاشاره هذه. الاشاره هذه شو بتعني؟ اوفررايد. ايش يعني اوفررايد؟ داله موجوده في البيرنت ولكن بتعيد تعريفها لانه الكود تبعها مختلف. هاي مفهوم الاوفررايد. واخد بالك؟ واخد بالك يا استاذ؟ تمام. فبالتالي هذه الداله اوفررايد، وعشان انا ازيل من عنده الغموض لما اقول له اريا، انت اي اريا بتقصد؟ لا، بقول له انا بقصد الاريا اللي موجوده في السوبر، فعشان هيك استخدمت البوينتر هذا سوبر دوت اريا. جبنا مساحه مربع وبدنا نضربه هنا في عدد الأوجه اللي هي 6. أما الفوليوم الحجم، إيش حجم المكعب؟ طول في العرض في الارتفاع 3 في 3 في 3 أو 3 مرفوعة للقوة 3. يبقى هنا هذه باور مرفوعة للقوة 3. تمام؟ لاحظ هنا مكعب عرفنا انه طول ضلعه 3، بدنا نطبعه، نطبع المساحه والفوليوم. شغل يبقى طول ضلعه 3 المساحه 54. كيف اجت ال 54؟ لا احنا حكينا انه مساحه مربع ضرب 6. مساحه مربع قديش؟ 3 في 3 ب 9 في 6 ب 54. وعندك الفوليوم حكينا انه x في x في x 3 في 3 في 3 ب 27. يبقى شغال تمام. حكيت بدي ارجع لك هنا، لاحظ برجع بذكرك انا عامل هنا import، برجع بذكرك هنا انه هذا لو ازلنا هذا الكلام، هاي هذا الكلام زي هيك، وهذا السطر لغنى، واجينا هنا في الكيوب بالضبط. كيف؟ كيف؟ هاي الكيوب 2. اوكي.
هنا انت في السكوير ايش معرف؟ مربع طول ضلعه 5، مساحة 25 والبرميتر 20، فبالتالي انه هذا الكود نفذ. انا بديش اياه يتنفذ، انا بس بدي استورد تعريف الكلاس، فبحط هاي الجملة ضمن المين. فبالتالي هنا لما تشغل هاي بيشتغل معك الاكواد من 6 ل 19 هيها، لكن لما تعملها امبورت ما بتشتغل بالضبط. كنترول جي كنترول سلاش كومنت المين المين كنترول جي تمام. نعم ملف السطر 1 و10 وين سطر؟ هاي سطر 1 ملف سطر كيوب اللي فيه انبار اثنين واحد وعشرة. هذا مش واضح بالنسبة لإلك. هكذا أنت بدك تستورد كود من ملف تاني، نعمل له import، فبنقول له from، تحدد له مكان اسم الملف import كذا. هنا بدك تحدد له بشكل كامل، بتقول له من اسم المجلد دوت اسم الفايل بدون by import اسم الكلاس. يبقى هنا ايش اسم المجلد؟ تعال اطلع هنا عندي على الهيراكي، عندك في البروجكت، هاي البروجكت مقسم لمجلدات زي هيك، هاي البروجكت WDMM 1405. عندك هنا هاي المجلد هذا شابتر OO14 وموجود فيه وين؟ ايش؟ سكوير. هاي فبالتالي انت بتقول له from هذا المجلد chapter 14 OOB dot اسم الملف هايو سكوير بس بدون by، لو فتحته جوا هتلاقي فيه الكلاس هذا import اسم الكلاس، ساعتها صار انت عندك الكلاس هايو بتستخدمه. هنا الارتب انت عندك، انت ممكن تعمل التو كلاسز هدول في ملف واحد، لكن الارتب انه انت تعمله كل واحد في ملف، وبدك تعمل inheritance من كلاس معين تعمل له import. تمام؟ هذا سطر واحد، بعد هيك سطر ايش؟ 10. انت عندك في square في عندك area، تطبع لك مساحة، تحسب لك مساحة مربع، لكن مساحة المكعب مختلفة، مش طول في عرض، لا هي عبارة عن مساحة مربع ضرب عدد الأوجه. تمام؟ فبالتالي هاي الدالة مش رح تزبط معي، فبدي أضطر أعيد تعريفها. هي نزلت عندي لما أنت تعرف def area، معنى ذلك أنت بتعمل حاجة اسمها override. إيش يعني override؟ بتعيد تعريف دالة أنت ورثتها من البيرنت كلاس، هي already موجودة، لما تعيد تعريفها بتصير العملية هذه override، عشان هيك البيشار بحط لك عليها هاي الإشارة، وهي موجودة في البيرنت وانت بتعيد تعريفها. ليش بتعيد تعريفها؟ لانه حساب الاريا في الكيوب مختلف، لازمني انه انا اعيد تعريفها، مضطر. فبالتالي انت بدك تحسب مساحة مربع وتضربه في 6. هجيت مساحة مربع برضو نفس الفكرة، بدل ما تعيد تكتب كود، مساحة المربع موجودة انت عندك في البيرنت، تستدعيها. كيف تستدعيها؟ من خلال مؤشر البيرنت اللي هو سوبر، بتقول له دوت اريا تمام، وبتضرب في 6. سطر ايش كمان؟ من برا؟ لا لا، فانت بس في علاقة الانهيرتنس في التشايلد ممكن تستدعي اي حاجة بالسوبر من خلال يعني جوات الكلاس للتشايلد بس. كيف؟
ما هو ايش يعني انت عندك بامكانك انه انت تخيل. اسمع يا استاذ، تخيل انه الاريا هاي اتغيرت. يعني تخيل معايا انه احنا بنحسب مساحه دائره مش مربع، وانت رحت حطيت لي هنا، رحت ضربت في باي وحطيتها 3.14. يجوا لك بعد شويه قالوا لك لا 3.14 مش الدقه اللي بدنا اياها، بتزود الدقه، حط لك رقمين عشريين، يعني اربع ارقام عشريه بعد الفاصل، رقمين عشريين لا بدنا شيء دقيق. فايش راح تسوي لو انت رحت عدتها؟ بدك تضطر تعدل هاي الشغله هنا وترجع في السكوير تعدلها. بينما لو انت بتستدعيها من السوبر بتعدل في مكان واحد. انت هنا مستسهل في المثال هذا، ممكن تعيد تكتبها، لكن في البروجيكتس الكبيره لا، وين ما انت في عندك كود تقدر تعيد تستخدمه ما توفرش، استخدم لانه حيريحك، لانه انت عندك يكون الكود مكتوب في اكثر من مكان، هو نفس الكود بس انت كاتبه في اكثر من مكان بغلبك في التعديل. لكن هنا بس مجرد ان احنا نعدل الاريا هنا بنضيف هنا ضرب 3.14 وتزيد الرقمين اللي بعد الفاصل، خلاص انحلت المشكله. تمام، في سؤال كمان؟ وين في الكلاس ولا في الفول بار؟ حط. ايش يعني كيف نستدعيها؟ انه كيف اجيبها في البيشا؟ كنترول جي. ايوه بتعمل زي هيك، كنترول جي بيجيب لك استدعاء او اقتراحات لعده شغلات، هيها موجوده هنا. بدي اصل الاكس، لا هاي شوف احنا كيف وصلنا لها. خلي بالك من الملاحظه هذه، هاي ملاحظه مهمه جدا. بدك تصل ل ميثود موجوده في السوبر، في السوبر كلاس، في البيرنت كلاس تستخدم سوبر. بدك تستخدم اتريبيوت انت ورثته من السوبر كلاس تستخدم سيلف على طول. بالضبط بالضبط. تمام، في سؤال كمان؟ لا نشغله يعني. بدي سؤال يعني نظري.